رحم اللقاء الذي يجمع الفريقين على اعتبار انه واحد من اللقاءات المهمه في هذه المحاوله لعمر صالح. عمر حولها بالغلط هذه لمصلحه نادي صور اماميه ووصلت بخروج حارس المرمى. قبل ذلك رايه وتسلل من قبل حكم اللقاء يشير اليها في الكره السابقه. هذا اللاعب اللي كان في موقف تسلل اللي كان واضح في الشاشه ستيفان الايفواري. شوف المحاولة عادت من جديد، محاولة انخطفت أمامية ستيفان، أرسل لك كرة يا سلام على الخنصوري، عن تقدم النادي الصوري. شوف اللمسة، شوف اللعبة، شوف القربة اللعب أمامية. المحاولة وصلت، يا سلام على اللعبة الخطيرة. جول 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 قبل مضي 10 دقائق نادي صور يحرق الحرائق. نادي صور يتقدم بهدفين. نادي صور يسجل في هذه الأوقات الهدف الثاني ويتقدم على صلالة. ما مضت 10 دقائق، ما راحت 10 دقائق ونادي صور يتقدم بهدفين على نادي صلالة. ما الذي يحدث باستاد السعادة؟ شوف الخروج الخاطئ من حارس المرمى، بعد ذلك المهاجم المحترف ستيفان الإفواري سجل الهدف الثاني. وبالتالي صور يتقدم على صلالة. يستضيف النصر، بوفار أيضا يستضيف تقدم في منتصف الملعب لمصلحة نادي صور. تقدم اللعبة يعني إلى استمرارية اللعب، وبعد ذلك كرة لنادي صور فيها تقدم ومرور. الكرة بتلعب أمامية ما فيها خطأ، الكرة إلى الجهة مع نادي صلالة لديه هدف واحد. أتحدث أيضا عن اللاعب محمد صالح. أجمل من رائع، لكن قيصر الحبسي أنقذ مرمى نادي صور في كرتين أو ثلاث، أبرزها كانت كرة أندرسون وكرة فهد الجد. تلعب المحاولة تعود لمصلحة محمد الغساني. يا سلام على ستيفي باول وعلى الكرور في اللعبة الماضية. الآن وصلت إلى لمصلحة نادي صور. السويق سيفكر في المحطة القادمة وهي نادي العروبة في بطولة الكأس الغالية. مشوارهم كان في بطولة الكأس، تفوقوا على صحن بنتيجة 2-1 في الوقت الماضي. بعد ذلك في بطولة الكأس واجهوا نادي الشباب وتعادلوا 2-2، وبعد ذلك بضربات الى يونس مبارك. 6-5. يونس يتقدم ويرسل كرة الى ستيفي باول. تلعب الهواء الى يونس، يرسل كرة أمامية واصلة الآن لمصلحة محمد مبارك. العماني في هذا الموسم وواجه الطليعة وانتصر بنتيجة 3-0 باللقاء الأول، تعادل مع العروبة 1-1 في بطولة كأس الاتحاد. الاتزان في هذا الفريق، ما نعرف ايش اللي ممكن يقدمه المدرب المصري الجديد، لكن انا امل انه يحط بعض البصمات او يضع يده على مكمن الخلل في هذا النادي. هل الخلل بيكي باول لمحمد مبارك سلطان، انور العلوي في حصله في ارض الملعب يعاني من اصابه. شوف الكره الماضيه، نشوف اذا كان فيها شيء، لكن حكم المباراه يعتبر فيها ايضا خطا. شوف هذه الكره كره محمد مبارك سلطان اللي سدد، وايضا حكم المباراه فهد صالح. بيكي باول الان الكره معاه اللاعب المحترف في
وصلها أنور العلوي حارس النصر. فهد صالح بيكي باول الآن الكرة معاه اللاعب المحترف في صفوف نادي النصر في صفوف نادي صورة. اللعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب في متابعة أيضا كانت من لعيبة نادي النصر. هذا هو بيكي باول، يعني كرة مثل هذه أيضا يعني هو لعبها بطريقة جميلة لكن لم يحسن الاستقلال. وبيكي باول اللاعب المحترف اللي راح يسدد ركلة الجزاء في الدقيقة 44 في الشوط الثاني. اللاعب يسدد ويحرز الهدف الأول. بيكي باول، بيكي باول يحرز الهدف الأول لمصلحة صور عن طريق هذا اللاعب من ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب سعود خميس. إذن هدف من ركلة جزاء لصور في الدقيقة 44. هدفين لهدف الآن و